الحرف الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. اليوم الدخول مختلف، تقرير ماكو، لأن اليوم كانت ركضة الطويريج حقيقة. الأخبار كل لحظة تتغير، كل ساعة تتغير، حتى الضيوف فسد جو من مجلس النواب ودخلوا للاستوديو. سعدنان، حياك الله. حياك الله. كيف صح؟ حوا، شكرا لك، شرفته. فاليوم كان مربك، لذلك ما فضلنا انه ما نسوي تقرير على اعتبار انه اخباره راح تكون بايت. زين، هسه افتهمناه. اثنين، خلونا نبارك للدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق للأربع سنوات القادمة على ثقة أعضاء مجلس النواب به، ممثلين الشعب، مبارك له، مبارك للعراقيين. هذا الجو الديمقراطي الحقيقي اللي شهدناه اليوم داخل مجلس النواب. خلونا اليوم بهاي الحلقة نناقش هذا الانتخاب والخطوة التالية اللي هي تكليف رئيس الوزراء المتوافق عليه، اللي لحد الآن هو لحد هاللحظة ما نعرف بعد نص ساعة شو يصير، سيد عادل عبد المهدي، اللي ممكن أن أكو أنباء أن وصل لمجلس النواب حاليا وقد يكلف بعد أن يؤدي دكتور برهم صالح اليمين الدستورية ويستلم مهامه رسميا. خلونا نرحب بضيوفي السيد عدنان الأسدي النائب عن تحالف البناء اللي وصل توا من جلسة مجلس النواب، سيادة القاضي النائب والوزير السابق سيد وائل عبد اللطيف، وسفير العراق السابق في واشنطن السيد لقمان الفيلي. حياكم الله ضيوفي الكرام. بجملة، بكلمة، برهم صالح رئيسا للعراق، ليش تعلق؟ تقريبا حسمت يعني الآن، لا سيما في الجولة الأولى. احنا ما يعني رحبت بالضيوف وتحياتنا للجمهور الكريم أيضا، وشكر لك أيضا. الجولة الأولى كان 165 صوت حصل مقابل 89 صوت، وسروة عبد الواحد يمكن بالثلاثين أو أقل، وانسحب تقريبا المرشح الثاني اللي هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن كان انسحابه من قبل الكتلة مو هو مباشرة. ما موقع الكتلة هي اللي موقعة، فطلب رئيس مجلس النواب والنواب بأنه هو لازم يوقع باعتبار قضية شخصية يعني مو كتلوية. زين، بعدين اجى التوقيع مالته، جابوا الورقة موقعة الاستقالة، انسحاب عفوا، لكن كان أثناء عملية التصويت تقريبا ماشيين بنسبة 20%. الآن حضرتك من جيت من جلسة مجلس النواب تركت العدو الفرس. بالضبط، لا بعد لحد أن التصويت لحد الآن مستمر. التصويت لحد الآن، أنا كان الثلث الأول تقريب خالص، فبعد ثلث يعني. إحنا باركنا قبل ما ينتهي التصويت. يعني محسومة تقريبا. محسومة يعني. الصور راح يجيب 180 يوصل إلى 190 صوت. 180 إلى 190 صوت. يعني. زين. سيادة القاضي عبد اللطيف، أرحب بك مرة ثانية وأقول شلون شفت اليوم؟ والله يعني كلش مرتاح على المستوى الشخصي. هذا التنافس الشريف في قبة البرلمان رائع، بدون مساومات، بدون كذا، بدون مدري شنو، الأصوات حرة كأنها من تقرأ الخطوات العد والانتخاب. أيه. اثنين، أجد أن الأخ برهم صالح كفء، وأنا قد يعني اخترته قبل 3 أشهر هنا في هذه. أي سألتك مرة قبل 3 أشهر، قلت لك الجمهورية، عادل عبد المهدي رئيسا أيضا توقعت عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، ومحمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب، لكن ما فاز. دو فايز ما فايز كان زار التشكيلة حلوة. خوش تنبؤ هذا. القياس حقيقة يعني بين الأخ برهم صالح، رجل أنا عملت يعد ما كان نائب رئيس وزراء ومتابع كل أنشطة الحقيقة، يعني رجل مناسب لهذا المنصب وكفء لهذا المنصب. أنا عندي إشكال على كل اللي سلموا منصب رئاسة الجمهورية السابقين جميعا بدون استثناء، وأتمنى أن لا يكون لا
الشيخ غازي الياور وامام جلال وفؤاد معصوم اي ثلاثه يعني ثلاث شخصيات. عندي اشكال كبير على يعني الدور المنعدم لرئيس جمهوريه العراق. تتوقع دكتور برهم؟ اتوقع برهم صالح سيضيف للمنصب يلعب على اوتار تشعر العراقيين ان هناك رئيس لجمهوريه العراق. جيد. سعاده السفير، ليش فشل الحزبين لاخر لحظه؟ بان مع العلم احنا سمعنا الظهر تقريبا صار توافق البارتي تنازل عن الوزارات والحكومه، انطوا سنتين بسنتين رئاسه الجمهوريه، يابا حتى سنتين بسنتين رئاسه الاقليم، بس بالنتيجه فشلت الصفقه. اول مره شكرا على الاستضافه ورحمه. حياك الله. اجابه على السؤال الاول، اي اعتقد اليوم اسميه فوز الديمقراطيه على الاغلبيه على التوافق. زين، هذا عنوان اساسي، ان المنظومه الديمقراطيه فازت اليوم من خلال التصويت ومن خلال عدم التنبؤ ومن خلال البرلمانيين وليسوا رؤساء الكتل على منظومه التوافق السابقه اللي كانت موجوده. زين، وهذا مؤشر جيد من ناحيه الديمقراطيه للعراق. زين، على المستوى الوطني مؤشر جيد. على مستوى الاخر عكس ايضا حجم الفجوه او الانشطار الداخلي في المعادله الكرديه. كان الى اخر لحظه يؤمل انه يوصلون الى توافق. وهذا ما حصل. رغم وجودهم القوي كحزبين في بغداد. يعني قد اذا كان غير دكتور برهم صالح، لا عفوا، اذا كان غير دكتور برهم صالح كشخصيه حزبيه اخرى مطروحه من المجلس من اليكتي، قد كان هناك يوصلون الى نتيجه. اما موضوع دكتور برهم صالح وقبل 4 سنوات مر بتجربه قاسيه من هالقبيل، اعتقد هذا كان عنصر انطزخ من اليكتي. لا ايضا شخص برهم صالح، هذا شخص دكتور برهم صالح على المنصب ودوره في بغداد او رؤى الاخرين اليه والتوافق يعني. فاعتقد بالنتيجه السؤال الاساسي هو انه تداعيات هذا الامر على مستوى المعادله الكرديه الداخليه وبغداد مع الاقليم. هل هناك تداعيات؟ هاي نحكي بها، هاي نحكي بها. فهي هذا اعتقد السؤال الاساسي. هاي نحكي بها، اذا اليوم انتصر خلينا نقول الخيار الديمقراطي والتصويت الحر لاعضاء مجلس النواب على موضوع التوافق، لكن اكو مشكله استاذ عدنان، هسه من اقرب بيان جاك مسعود اليوم قبل ما تنتهي الجلسه من عرفه انه الامور رايحه باتجاه دكتور برهم، بيان بنوع من التهديد. حسبت حساب كبناء هسه على الاقل تداعيات ان يتم التعامل مع مرشح كاك مسعود بهذه الطريقه حاسبين حسابها؟ يعني انا اتصور التوافقات كانت باتجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني. زين. لكن اراده النواب صراحه وتصميمهم كان عكس التوافقات اللي كانت موجوده. يعني التوجه كان توجه اقليمي مع توجه داخلي، انكم صريحين، باتجاه مرشح البارتي. لكن النواب يعني اقليمي. ها؟ اقليمي. اقليمي وداخلي. وداخلي. داخلي يعني كتل سياسيه. زين. كزعماء كتل. كزعماء كتل. ايه؟ كان توجههم مع مرشح البارتي. مع مرشح البارتي، ليش؟ مع البارتي، مو لانه مرشح البارتي شخصيته اكثر من شخصيه برهم، معروف. دكتور برهم شخصيته اكثر يعني قبولا في الاوساط العربيه، في الاوساط المركزيه باعتباره استلم نائب رئيس وزراء ورئيس مجلس الاعمار، واكو عنده فد خلفيه في العمل في الحكومه. من جت الشجاعه هاي للنواب الجدد؟ انا اليوم ان يتمردون على عهود اليوم شفت بصراحه يعني فعلا اكو تمرد على قرار رؤساء الكتل. واخر شيء رؤساء الكتل يعني للنائب الخيار. جيد. اخر شيء بعد ما يسوي قسم من عندهم مو كلهم للنائب الخيار. فلذلك النواب هذا هم موقف من نقول للخيار للنائب كزعيم، وانا منطي تعهد لكاك مسعود اقول خيار للنائب. لا هو مو تعهد، شوف معناها وكانه وصل رساله استاذ احمد ما زعل بها كاك مسعود. لا بعضهم نفس الوقت انطي اشاره للنائب روح انتخب براحتك، بعض رؤساء الكتل اتصلوا بكاك مسعود. هي تواصل هاي الثلاث ايام اللي راحت والاربعه اكو تواصل ما بين زعماء البارتي مع الحكومه مع زعماء بغداد اللي موجودين سنه وشيعه، وايضا زعماء الاتحاد. وكان الطلب من اغلبهم بانه ان يتم تبديل المرشح البارتي لانه ما ينافس
ما ينافس مثل ما بين دكتور برهم صالح، لا سيما بأنه مدير مكتب أو رئيس ديوان، يعني موظف بالإقليم. كاكا برهم صالح لا، مو موظف بالإقليم، ما صار يعني تحت يد واحد أو تحت رئاسة واحد، هو شخصية قائمة بذاته. لذلك اتجهوا النواب باعتبار موقع رئيس الجمهورية هو الموقع الأعلى في السلطة التنفيذية والحامي للدستور وأيضا المحافظ على وحدة التراب العراقي، فكان الاتجاه بأنه أن نختار رئيس يحفظ وحدة التراب العراقية، ما يدعو للانفصالية اللي موجودة، وبنفس الوقت هذا الخطاب كان مؤثر، أي فعل الدستور. دكتور برهم صالح خاطب الكتل وخاطب النواب به الخطاب هذا، فأثر عليهم، كان مؤثر، مؤثر وفعلا كان مؤثر. لحد الآن ما حجاوبنا على السؤال الرئيسي، التداعيات المتوقعة من قبل البارتي، وين رايحين؟ احنا رايحين على ممكن اغلبيه تعزل البارتي وتاخذ لي كتيب الحكومه، لو ممكن التواصل مع البارتي مع قياده البارتي كاك مسعود، وممكن تساوى الامور. الصراحه الاتجاه كان مع الاستاذ مسعود البرزاني لثلاثه مسائل. الاولى انه لديه قوه من النواب أكثر من أي حزب فاز بالانتخابات بهذه الدورة. زين. اثنين، يمكن بس الاستقامة أكثر منه. كيان ما لم تماسك. استقامة اللي هو جزء من سائرون كعدد نواب أكثر. يعني خارج الاستقامة. زين. متماسك الديمقراطي الكردستاني. أكونية كانت بأنه إحنا من نروح إلى جانب مسعود البرزاني قد نخفف دعوات الانفصال عن العراق. يعني نكسب هذا الاتجاه. ومسألة أربعة. أكو معلومات كانت مسجلة ضد الأخ برهم صالح تعود إلى عام 2004 و2005 أثيرت الآن، فرادوا يأثرون على، يعرفون الشعبية مالت برهم راح تأخذ الساحة قطعا، ولكن أثيرت عليه معلومات كانت مثارة عام 2004 و2005 وعند الزيارة إلى أمريكا وما إلى ذلك من هذا الحديث، ولكن أغلب النواب كانوا مع برهم صالح وليست ضد مع زعماء الكتل مثل ما تفضل الأخ أبو حسنين. واضح. النواب. ولأول مرة حقيقة بكل لقاءاتنا وياهم يقولون إحنا بغض النظر عن الكتل سوف نذهب إلى الدكتور برهم صالح. جيد. أنا لاحظت في موقف قد ما أجي في اليوم في مجلس ثقافي أو أمسية الثلاثاء عند الدكتور إبراهيم بحر العلوم. وكان الوقت مشحون ومأزوم أيام الاستفتاء ثقيل، فكان رائع في طروحات الحقيقة يعني، وأقنع كل اللي قاعدين بالخطاب اللي يطرحه يعني الحقيقة. اثنين، الرجل عمل واشتغل، وأشيعت في كل وسائل التواصل الاجتماعي أن الأخ مسعود البرزاني يريد أن يهين العراق من خلال مدير مكتبه اللي رشحه إلى رئاسة الجمهورية، بل قد يكون مدير مكتب مسرور وليس مسعود البرزاني. هاي أثرت تأثير كبير بهذا الوضع. بالرغم سيكولوجيا قامت تشتغل. نعم، بالرغم من أنه الاتجاه للكتل بكسب الأخ مسعود البرزاني. جيد، خلينا التحالف الوطني قادر خلاص، وأن الاتحاد الوطني ممزق. نحسم الأمور. نعم. تم حساب الأصوات، بس شباب اعطوني العدد مال الأصوات ايش قد بالضبط حصل الدكتور بعد يمكن بعد لا حسنا يعدون كملوا بس ترى يشتركون البارتي يشترك بالحكومة اي يشترك العدد بعده اوكي بعده اوكي زين خل هذا السؤال مرزوق يعني مرزوق بهذا السؤال لك يعني تداعيات اليوم ردة الفعل مال البارتي ما ممكن واحد يتجاوزها بعد وبينت حتى من خلال انسحابهم من الجولة الثانية وتقديم طلب الانسحاب وبيان السيد مسعود برزاني اللي قال راح نتخذ موقف طبعا راح يصير اكو ملاحظه ضروري ان 186 صوت انا قبل الانتخابات قلت 190 ما ادري من الاربعه وين راح ما ادري 186 صوت 186 اكو ملاحظه ضروري ان ما ننساها اولا انه لو ما كان اكو استفتاء في الاقليم في ايلول الماضي قد ما كان هاي النتيجه تصير اليوم زين هاي الملاحظه الاولى فإذا أكو بعد متعلق بإرجاع أو التركيز على البعد العراقي بالمعادلة أكثر من البعد الكردي هذا على مستوى النواب غير الأكراد أو اللي مو من البارتي زين. جانب الآخر أيضا أنه قبل أيام كانت هناك انتخابات داخل الإقليم
انتخابات الاخيره صارت 210 هسه مبروك ان شاء الله. مبروك زين راح يحقق اغلبيه الثلثين بالجوله الثانيه. الثلثين بالجوله الثانيه عجيبه طبعا. صارت بالثانيه شوف بالثانيه عجيبه طبعا. هاي بعد الاقوى اذا يوصل 220 دكتور برهم يعني حصل الثلثين بالجوله الثانيه. الحضور 235 يمكن كان. ملاحظه ثانيه انه الانتخابات داخل الاقليم حصل قبل ايام واعطى جرعه قوه الى البارتي صح كإعادة منظومتها الديمقراطية وإعادة حيويتها وشرعيتها لتأجيل انتخابات وما شابه ذلك حتى رئاسة الحكومة. فبالنتيجة هذا جانب. الجانب الآخر اللي ذكر سيادة النائب اللي حول الدعم الإقليمي وما شابه ذلك وهذا راح يبقى. وصل للثلثين يعني 220 وصل للثلثين شيء يعني رائع جدا والله. مبروك لمجلس النواب حقيقة يعني. مبروك الكل إن شاء الله. مبروك الكل نعم. السؤال هنا حول التداعيات. التداعيات السؤال الأساسي أنه المعادلة كردي وسني والشيعي قائمة على ثقل وقائمة على معطيات أنه الرئيس يمثل الأكراد ويمثل الثقل الكردي في بغداد. هذا السؤال لازم مثلا نجيب عليه وهذا جزء من مهمة رئيس مجلس الوزراء القادم ودكتور برهم كيفية الإجابة على السؤال بأنه الثقل الكردي موجود في بغداد الآن وقضية البارتي قضية استثنائية وليس هي القضية الأساسية لأنه لذا ما عالجنا الإشكالية. الثقل الكردي الآن ماذا لو قرر السيد مسعود برزاني خلينا نقول سحب نوابه أخذ موقف لا هي طبعا أكثر تصلبا وقب السلياكتي والأحزاب الأخرى. السؤال الأساسي الآن راح يسأل رئيس مجلس الوزراء القادم ده هو دكتور عادل أو غيره. نفرض دكتور عادل زين. تركيبة الكابينة مالته إيش قد بي من البارتي مناصبهم وما شابه ذلك. هذا هو السؤال الأساسي القريب راح يكون. جيد. العاجل. خلص هنا. هل يمكن أن نداوج روح البارتي أو الداون عن شيء علاقة؟ نداوج روح البارتي اللي انجرح اليوم كبناء. أنت تقول إحنا كتلة أكبر والمفترض يبدو سيناريو اليوم البناء راح يقدم السيد عادل عبد المهدي إذا صح يعني المعلومة وتأكد ليها. نداوج روح البارتي بمنحهم مناصب وزارية في الحكومة؟ لا هي أولا أن الكتلة الأكبر حاليا تقريبا مفهومها شبه مع لأن يعني أكو شبه توافق زين يعني ماكو اختلاف ما عدنا مرشحين بس لابد لكتلة أن تقدم تقدم السيد عادل عبد المجيد. فبالتالي رئيس المجلس النواب راح ينطي موضوع الكتلة الأكبر لرئيس الجمهورية اللي يحدد رئيس مجلس النواب يحدد الكتلة الأكبر مو رئيس الجمهورية لأن الأسماء عند رئيس مجلس النواب فينطي الكتلة الأكبر ويكلف مرشح الكتلة الأكبر. الآن أكو توافق صاير هاي يصير اليوم أحتمل اليوم راح أحتمل أنا جيت لقيت خليت الأخوة قاعدين كل من يريد يطرح يعني هو المرشح الكتلة الأكبر سواء الإصلاح أو الإصلاح محضري من مقابل يعني نفس الشيء نفس ما محضرين يعني هم همنا احنا كتلة أكبر مرشحنا حفظ ما وجه دكتور عادل هسه الآن حفظ دكتور عادل والبناء أكو توافق على دكتور عادل يعني اللي سمعناه هذا مو 100% وبالتالي تأخذ عفوا متمسكين بالكتلة الأكبر بس اثنينهم قدمين دكتور عادل اثنين دكتور عادل تصور توافق صاير مرشح توافقي. قضية البارتي أول شيء حصة الكرد بالكابينة الوزارية اللي هي إذا كانت 24 كذا ستة خمسة عفوا خمس وزارات مع ستة للسنة هاي الموجود يعني هاي إذا دكتور عادل عبد المهدي قال أسوي 25 وزارة الرجل يريد يسوي 15 وزارة بس إذا 15 بعد أحسن إذا رئيس الوزراء القادم إذا رئيس الوزراء توافقي خارج منظومة النقاط نقاطه هو رئيس الوزراء هسه نحكي به جيد نقاط راحت لأن النقاط إذا النقاط مع دكتور عادل المهدي ما عنده ولا نقطة لأن ماكو المجلس هاي نقدر نقيسها مدام الكتلتي المستقتلة تريد تقدم السيد هي تقدم السيد عادل عبد المهدي أي. معناها بدون نقاط لا بدون نقاط لأن رئيس مجلس النواب بدون نقاط يتبرمكون يعني بنقاطهم لا يطلعوه لا يطلعون الرئاسات راح يطلعون رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء نواب رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء لازم نواب إما نائب أو نائبين فبالتالي راح تطلع المنظومة الرئاسية والنواب مالتهم من النقاط كاملة ويصعد سعر النقاط للوزراء بدل ما وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة نفس الآلية بس يزودون يعني محاصصة نفس الشيء نفس الآلية بالتالي راح البارتي ياخذ حصته من يقول والاتحاد ما يشترك بالحكومة لا يشتركون
ما ممكن ما يشترك، ما ممكن يعني. ليش مو ليكتي بهذا الرضا عن دكتور برهم صالح وبهذا الأداء السياسي اللي يعني اللي الملفت للنظر لليكتي؟ يعني كعك كوسرت كعك بافل موجودين البارحة واليوم مناورات اليكتي، يعني اليكتي أكو انقسام في موقفهم كان. لا مو انقسام، لا لا أقول لك شو اسمها، ليش ما أقول مناورة؟ زوجة الرئيس هيرو، أي سيدة هيرو، أي هو واضح أنه هي مو مع برهم صالح كانت. زين، وليش ما أقول لتشتيت ذهن البارتي؟ رئيس المكتب السياسي زعل وطلع. أي أكو انقسام بالاتحاد، لكن مع الانقسام اللي موجود ها فاز برهم صالح، وهاي العدد هاي النسبة الكبيرة 220، يعني عدد لأول مرة بصراحة. جيد سيادة القاضي، أنه قيل كثير عن ترشيح اليكتي لدكتور برهم صالح، وقيل أيضا أنه هذا الدعم الأمريكي الإيراني حتى الداخلي لدكتور برهم صالح حتى يكون مرشح ويفوز هو من أجل خلق نوع من التوازن في إقليم كردستان، يعني لا ينفرد البارتي فايز مثل ما قال سعادة السفير، فايز بفرق شاسع وكبير بضعف المقاعد في انتخابات إقليم كردستان، وأجي أنطي رئاسة الجمهورية فراح تميل الكفة لصالحة كثيرا، فيجب أن يكون رئيس العراق من اليكتي حتى يعيد ترتيب اليكتي وينطي هذا التوازن. على حد معلوماتي إيران مع مو مع برهم صالح. زين، ليسوا مع برهم صالح. أه. وكانوا يشتغلون على شغل لكسب شيء أوسع من مسألة رئيس الجمهورية بالنقاط اللي تحدثنا عنها، ولكن تمرد السادة النواب على رؤساء كتلهم هو اللي وضع الدولة بهذا الموقف، بحيث أنه البيان مال الأخ مسعود البرزاني يقول إحنا مو هذا المتفق عليه، هو اتفق مع زعماء الكتل بس ما اتفق مع كل النواب، لكن هاي المدرسة التقليدية يبدو خلاص صارت عليها انتفاضة. نعم، انتفاضة نواب انتهت. اثنين، أعتقد الأخ عادل عبد المهدي ما راح يجي بالطريقة التقليدية اللي يتحدث بها الأخ أبو حسن. زين، يعني ما راح نروح نحسب نقاط للسنة بعد يأخذون خمس مقاعد أو خمس وزارات والشيعه راح يأخذون هالقيد، أعتقد هذا الموضوع أيضا ما راح يطرق بالمرحلة القادمة. ولعل تقليص الوزارات هو كهدف أول في هذه اللحظات، فخامة الرئيس دكتور برهم صالح يؤدي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، محكمة الاتحادية أيضا أكيد أكيد موجود حسب الدستور، أستاذنا القاضي موجود لا يفتى في الاستوديو فيه لا يؤدي لا يؤدي رئيس الجمهورية إداء اليمين الدستوري إلا بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، طلبوا حضوره وحضر وعقد جلسة مع رئيس مجلس النواب، أعتقد كان يسأل عن الوضع بالدورة الثانية، شنو الوضع لو انسحب مثلا فؤاد معصوم كما أعلن فؤاد حسين، شنو راح يصير الوضع، نعلن برهم صالح على اعتبار هم الأعلى الأصوات لو ناخذ الجولة الثانية، صار الاتجاه إلى الجولة الثانية وإلى هذا الفوز مثل ما صار بمحمد جلال. نعم، الموقف يمكن القادم أنه رأسا برهم صالح يسوي فد هالة إعلامية يدعو الأخ عادل عبد المهدي ويعلنه كمرشح إلى رئاسة، يعني هو هذا يجب أن خلينا نقول رسالة تكليف، أيضا وصل إلى قبة البرلمان السيد عادل عبد المهدي. نعم، أي يصير عن طريق كتاب تكليف موقع من قبل رئيس الجمهورية بعد أداء القسم، هو يعني من يعلن خلاص وبعدين يصدر المرسوم الجمهوري لاحقا. الطريقة التقليدية اللي كانت تبنى بها الوزارة اللي أنا تقريبا ساهمت بها في وزارتين 2005 و2006 ما راح تكون حاضرة بعدد النقاط وهذا ايش قد نطيب وهذا كذا، لا، المفهوم اللي روج أنتم يا أخواننا يا أعضاء مجلس النواب أنتم فزتوا فاجلسوا في قبة البرلمان وتركوا رئيس الوزراء حر في اختيار وزارته،
طبعا اكيد راح ياخذ بنظر الاعتبار القوى السياسيه، لكن مو طريقه الفرض. هاي ثلاث اسماء وعود تختار لك واحد من عندهم، او ذولا اسمين وانت تختار لك واحد من عندهم، او ما واحد ماكو غيره، او واحد ماكو غيره، تقبل ما تقبل احنا ننسحب من العمل السياسي. ما اعتقد هاي راح تصير بالمرحله القادمه. يعتمد على قوه شخصيه رئيس الوزراء المكلف وتجي ساعه السفير، اكوش قوه شخصيته ومدى صموده امام رغبات الكتل بأن تشارك بهاي الحكومة. اليوم 12، إذا كلف اليوم السيد عادل عبد المهدي فإحنا أمام تقريبا 31 عشرة آخر يوم إلى دكتور عادل عبد المهدي أن يقدم كابينته الوزارية. شلون تتوقع عالية تشكيل هاي الكابينة؟ طبعا الأسئلة اللي ذكرها سيادة القاضي وسيد النائب دقيقة بعنوان الميكانيكية قضية النقاط أو تشكيلة الكابينة. أكو حراك مجتمعي شعبي شارع يتحدث عن نوع من الاستقلالية. أصلا طرح دكتور عادل عبد المهدي كرئيس مجلس الوزراء إحدى أسبابه قضية بأنه مستقل، فإذا راح ينطرح هذا العنوان. قضية الكفاءات أيضا راح تطرح كعنوان. فبالنتيجة إحنا أمام مشهد جديد، سيناريو ما مواجهه سابقا. قبلها اكو اشكاليه دستوريه ضروري ان نحلها، وهي الكتله الاكبر بعنوان الدستوري، لانه مثل كلام سياده النائب اذا هي توافق اصل اختيار كردي او اصل اختيار توافق الاكراد على موقع رئاسه الوزراء على موقع رئاسه الجمهوريه هي عرف وليس دستوري. لكن لا لا، ولكن الدستور يقول تكليف كتله اكبر. الآن خرق الدستور إذا صار 76 يجب أن تطبق حرفيا. أكو كتلة إذا الكتلة الأكبر السيد محمد الحلبوسي رئيس مو الليلة تحدد أستاذ أحمد، الكتلة الأكبر تحدد من يوم الأول والسياقات السابقة، وهذا ما سيعلنه رئيس مجلس النواب بعد قليل. فضروري التوافق لا يضغي، ثقافة التوافق لا تضغي على ثقافة الدستور. هاي ملاحظة دستورية كنا نأخذ بنظر الاعتبار. هي مهمة الكتلة الأكبر سعادة السفير، الكتلة الأكبر اللي تشكل بالاول او تسجل باليوم الاول هي بس ترشيح رئيس الوزراء، غير هاي ماكو. على شنو متعارفين عليه؟ على شنو متعارفين عليه؟ اذا اثنينهم متوافقين على السيد عادل عبد المهدي. لا عفوا، انت تفشلي شكليا. هي مو عزيمه، هي دستور وتشريع وتكليف، ويوم غد او في الدوره القادمه احتمال بالجلسه الاكبر اذا احتمال بالجلسه اللي اشار لها الاستاذ عدنان وهو السيد مدحت المحمود والسيد محمد الحلبوسي من قعدوا بالاجتماع ناقشوا بهذا الموضوع. استاذ احمد، احنا بدنا نناقش دستور، اذا نريد دوله دستور تحكم ضروري لا يصير اي خرق باي شكل من الاشكال، تحديد الكتله الاكبر صح ضروري. هي مو قضيه حفظ ماء وجه حتى الكتله الفلانيه لا تزعلوا الكتله الفلانيه. ليش 2014 ما مرينا بنفس الاشكال؟ اكو تداعيات عليه. ما حد اشتكوا؟ لا اكو تداعيات عليه. اي بس هذا نجي على السؤال، نجي اللي هو المده القانونيه لتشكيل حكومه. الملاحظه الاساسيه انه رئيس مجلس الوزراء القادم دكتور عادل عبد المهدي مثلا، اذا صار ان شاء الله يصير بهالمثال هذا، ايش قد عنده حريه اختيار الوزراء؟ ايش قد عنده قدره على المحاصصه؟ ايش قد قضيه الوكالات بالوكاله يعوضها بحقيقه الاشخاص؟ ايش قد راح يقدر ينفذ؟ ايش قد عنده فريق تفاوضي قوي؟ لا اذا تتذكرون مقالته قبل 3 أشهر، أي قبل 3 أشهر المقالة مالته الافتتاحية، يمكن آخر افتتاحية بالعدالة كتبها. لا كتب بعد وراها، ولكن استشهد بها. هاي وكأنها برنامج حكومي، وكأنها اشتراطات لقبوله بالمنصب، وكأنها سيفي أنا أقدم نفسي رئيس وزراء بهذه الشروط. شلون شروط قاسية على القوة السياسية؟ قاسية جدا. زين شلون هسه متوافقين عليها؟ شنو القوة اللي وراء هذا السقف؟ زين بهذا المقال هل ايش قد يستطيع يصل له؟ سؤال جوهري راح يكون عليه. زين ومو فقط عليه، اللي الكتل اللي تتسابق ان ترشحه ككتل هو هذا السؤال. كل هاي اشتراطاته والكتل، الاصلاح والعماره تقول مرشح عادل عبد المهدي، البناء تقول مرشح عادل عبد المهدي، وهو مشترط عليه اشتراطات قاسيه. ما تتوقعون يتخلى عن هاي اشتراطاته؟ يقول لك خلاص انا كلفت الان رسميا خل ارض الكتل والاحزاب. الريل بوليتيك شكل اخر، واقعيه السياسه شيء اخر. ليس سهلا. فأنا أرى أهم سؤال الآن إلى فريق التفاوضي على قدرته أن يحصل كابينة تعكس هالرؤى. هذا أهم سؤال عليه الآن بهالمرحلة. ما يقدر يمشي كابينة بدون ما يرضي الكتل ولو بنسبة معينة. يعني حتى بالغرب هاي الحكومات الأغلبية اللي موجودة هم يشوف الكتل. الأمر تقريبا كان شبه محسوم
للسيد عادل المهدي قبل تقريبا شهر. شوفوا محسوب ذاك الوقت هذا الشهر بإمكانه يجوز، ما أدري نحن سوى غائب عن الإعلام ومدى يصرح، يجوز يشتغل هالفترة كلها، يشتغل يتواصل، يجوز يشكل فريقه، يشكل مكتبة فريق التفاوضي مثل ما انعكس، ما انعكس ما موجود، ما انعكس، لأن كان اختلاف في عملية تبني عادل عبد المهدي أو ترشيحه في كثير من الكتل السياسية، وأكو مرشحين آخرين كانوا في داخل البناء ومرشحين في داخل الإصلاح، كان دكتور العبادي مرشح عندهم، البناء كان فالح الفياض وعلي الشكري وليث كبة وعلى علي عبد الأمير علاوي كوم، كان هذا ما كان الوحيد هو، لكن دعم بصراحة داخلي ودعم خارجي وسكوت المرجعية بعدم اعتراض، هذا إني مؤشرات أجن بهالاتجاه، يعني مو المرجعية ما طلع بأنه تأيد عادل عبد المهدي وإنما سكتت، فهذا إني كلهن صار مرجحات لترشيحه، وبالتالي عليهن، فما ما كان عدة يعني بصراحة مساحة، ما صور يعني ما سمعنا يعني تدري تم يتحرك، يعني وين يتحرك؟ هو يتحرك بالساحة، يتحرك بالكتل، تمام، يلتقي بفلان كتلة ويتفاهم وياه، الواقعية السياسية اللي أشار لها السياسي، يعني ما أصور راح يقفز قفزة، نطمح بدكتور عادل بصراحة يقفز قفزة كبيرة ويحقق طموحات الشعب العراقي ونبتعد عن المحاصصة والتوافق والمشاركة بنسبة كبيرة، إذا أردنا أن تكون هذه الفترة الزمنية نقطة تحول، تحول بالعملية السياسية وتحول بالنظام الحكومي مالتنا بشكل حكومي. تسمحوا له هذا السؤال، تسمحوا لأي رئيس وزراء الآن يعني يرضي يستطيع، أي رئيس وزراء الآن مكلف يحلم أن يشكل فريق الوزارة مثل ما يريد، لكن تسمحوا له ككتل سياسية؟ لا 100% ما يقدر، مستحيل يعني حتى بالعالم 100% ما يقدر، بنسبة 50% جيد، 50% إذا جاب كابينة وزارية ترضي الكتل مع خبرتها، ترضي الكتل مع كفاءتها، شخصيات مقبولة. احنا مو مرينا بصراحة هاي مال التكنوقراط، هاي الصيحة اللي مرت جونا بصراحة من أفشل الوزارات، من أفشل الوزارات اللي مرت بها حكومة العبادي هي وزارة التكنوقراط، لأن واحدة يتلفت ماكو عدة لا ظهر ويخاف من الحركة، ماكو الحركة يخاف منها، بحيث بس النواب إذا سولفت ويا الوزير اللي هو من التكنوقراط يخاف يقمز من كرسية، فبدون كتلة صعبة، فلازم الكتلة تتبنى حتى تكون حكومة قوية، حكومة مسنودة، هذا الواقع. أما حكومة ما تستند إلى مس النواب تظل تقلق بين قوسين، يعني ما تستقر، ممكن 6 أشهر وتوقع. زين سيادة القاضي وائل عبد اللطيف، يمكن كنا يعرف العلاقة الوطيدة اللي تربط السيد عادل عبد المهدي بالسيد مسعود بارزاني، وجود شخصية مثل السيد عادل عبد المهدي على رأس الحكومة ممكن يخفف لنا تداعيات انه البارتي يزعل، يسوي لنا مشاكل، لو لا مشكله خليه يروح معارضه البارتي هو ومن لا يدخل بالحكومه، يعني وين رايحين؟ رايحين الى ممكن تكون عندنا معارضه بال داخل مجلس النواب يكون جزء البارتي، لو اكو قدره عند دكتور عادل، احنا بدنا نحكي عنه رئيس وزراء لحد الان كتاب التكلفه موقع وكاننا نرى هكذا. زين، اولا في ما يتعلق بالكتله الاكثر عددا، الاكثر عددا في قرارات المحكمه الاتحاديه يكفيها الاشهار، يعني فقط الاعلان، مثل الزواج، فلان تزوج من فلان، مو اللي يقرون العقد ماله وين وما ادري شنو وش كثر المهر وكذا الاشهار احسن. زين، هذا واحد. اثنين، يشعر رئيس الجمهوريه بانه ترى الكتله الاكبر عددا هي هذه وانتهينا، ما بها لا تسجيل ولا إجراءات أخرى. اثنين، أكيد عادل عبد المهدي عنده أذرع وياه، وبدأ العمل من يوم أن عرف بلقاءاته الكثيرة أنه راح يكون هو المكلف الوحيد في رئاسة مجلس الوزراء، وأنت راح تأخذ دور أكبر في اختيار وزرائك وبرنامجك. أما الأشخاص اللي يتحدث عنهم الأخ أبو حسنين قاعد يساهمون في كتابة بعض برامج المنهاج الوزاري، يريد يركز على الاقتصاد، يريد يركز على إصلاح مؤسسات الدولة، يريد يركز على تقوية المنظومة الاقتصادية. لا خلينا بالاستقرار، على الأقل أسمي الاستقرار المقبول بين أربيل وبغداد، وهذا يعني بحكم العلاقة بين السيد عادل عبد المهدي والسيد مسعود بارزاني. نعم، أكيد أكيد أنا الأذرع اللي أشير إلها، الأخ عادل عبد المهدي يتمتع بعلاقة طيبة جدا مع الأخ الدكتور أياد علاوي.
زين. وبالتأكيد سوف يتخذ من الأخ الدكتور عياد علاوي أحد الوسطاء الجيدين لخلق يعني ما يشابه الانسجام ليتجاوز الأزمة اللي حصلت هذا اليوم في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد الأخ مسعود البلزاني يستجيب للأخ عادل عبد المهدي، وبذات الوقت أيضا يستجيب إلى الدكتور عياد علاوي. بالتأكيد ما راح يخلون الموقف يتأزم، وراح تبدأ رسائلهم من الآن، وربما بدأت في سبيل تخفيف حدة الانزعاج اللي دا يشعر به رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأنا أشوف الزعل يعني مو بهالحدية على مجلس النواب، وإنما هم الكرد لم يتفقوا على مرشح واحد رغم كل الجهود والتحذيرات والمفاوضات واللقاءات ورجاءات وصلت لهم، يا بتفقوا على واحد والمناشدات، يا بوحدوا جهودكم وعلنوا، لكن لحد الساعة يعني ما حصل هذا الانسجام بيناتهم. ساعتين 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 ساعات ساعات السفير. المعلومة اللي عندي انه الدكتور عادل عبد المهدي ناوي يقلص عدد الوزارات قدر الامكان. هسه الرقم اللي عندي يقول ناوي يقلصها ل 15 وزارة. 15 وزارة زين. احنا طبعا شلون راح يحلها؟ لان كل وزاره عندها قانونها وكذا، والدمج ايش قد يعني يريد يدمج النفط مع الكهرباء، يريد التربيه والتعليم يقلل المعلومات. وايضا مسموعات ومعلومات تقول انه شارط انه 5 من هالوزارات انا اختار وزراءهم، 10 ممكن ارتبها ويا القوى السياسيه. اكو واقعيه بيشطرح؟ طبعا اول شيء نجي الاشكاليه القانونيه بهذا الموضوع. الدكتور حيدر حاول ان يقلص، ما نجح، بعنوان فقط نجح انه بدل شخص الوزير، الوكالات نفسها بقت، الهيكليه بقت نفسها، القوانين بقت نفسها. الحكومات تقدر تدعي انه من خلال برنامجي، خلال برنامجي القادم راح اعمل على هذا الشيء، مو باليوم الاول طبق، لان هاي يحتاج تغيير قوانين، هاي مو عملية سهلة. فإذا يحتاج أن يكون هذا ضمن برنامج الحكومة وليس تطبيقه في اليوم الأول. قد إذا أكو في اليوم الأول أكو توافق عليه وأكو فعالية مجلس النواب لتسهيل وتعجيل هاي القوانين، قد ممكن إذا أكو برنامج الحكومة. هاي إشكالية الأولى. إشكالية الثانية أنه إذا مثل ما ذكر سيادة النائب، أنه إذا النواب الرئيس والرئيس والرئاسات وكل هالنقاط شلناها، إذا ازداد سعر التمثيل الوزاري إلى نقاط جدا عالية، فإذا أغلب الكتل راح تقدر فقط تحط وزير أو وزير وزير أو وزيرين. وزيرين في أقصى الحالات ناهيك عن وزارة سيادية، هاي راح تكون إشكالية لهم. السؤال هنا يجي، هل هاي الكتل عندها استعداد أن تتنازل عن، إذا هي تعتبر نفسها تتنازل، إذا اعتبرت ثقافة السابقة يعتبروا تنازل الآن، تتنازل عن نقاطها من أجل حكومة فعالة؟ وإلا الإشكالية راح تكون أنه هاي الحكومة مثل ما ذكر مدتها سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة أو أربعة مو أكثر، فإذا هاي الإشكالية الأساسية راح تكون بها. إيش قد قوة متانة العلاقة والنسيج السياسي؟ لا أكو ضابط سعادة السفير، يعني أكو تهديد وجودي للنظام، النظام السياسي بحكم اللي شفناه بالبصرة واللي الموجود بالشارع وغيره. هذا ما راح يدفع القوى السياسية أن تستجيب لحكومة فعالة، على الأقل توصلنا ما يحل البصرة، على الأقل شو تعطيهم عمر أكبر في أي هذا هذا الأسئلة كان إذا 2-5 مدركين من عفوا تاريخ الانتخابات وبسرعة. إيه بس إحنا صارنا 6 شهور 12-5 عفوا صارنا نجي 5 شهور إذا إحنا ما أدركنا الدروس بسرعة، إلا نحتاج بصرة لنتعلم الدروس. هذا السؤال الأساسي. فإذا ملاحظت وين أنه لحد الآن الكتل مع نسبة عالية 72% من النواب هم جدد، يعني بالنتيجة يحتاج يتعلم وممارسة وقضايا أخرى، هاي كلها جديدة علينا. يعني الآن كورس مركز دي يجينا بأمراض مختلفة عندنا، دي يعطونا هذا الأنتيبايتك مختلف ودي يجربون علينا، هاي بيها مشكلة، لأنه عندك مرجعية وشارع ما مرتاح، عندك فترة زمنية حكومة ائتلافية راح تطرح، حكومة تكنوقراط بعنوان معين أو كفاءات أو عنوان إعلامي راح تطرح، إذا مو هي تمثل الأحزاب الحقيقية. إذن الآن السؤال الأساسي هو التوافق مجلس النواب والكابينة الجديدة، قوة توافقهم، قوة فعالية الحكومة، ضعف توافقهم راح ندوخ بيوميات جديدة بعد ما يوميات اللي عندنا. زين الحكومة يعني خلينا نقول السلطة التنفيذية بشقيها
رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء منسجمة جدا، والكل يعرف مدى العلاقة بين دكتور برهم صالح رئيس الجمهورية ودكتور عادل عبد المهدي اللي من المفترض من المنتظر أن يكون هو المكلف بتشكيل الحكومة. هذا القرب بين الرجلين، العلاقة مع المواصفات اللي يمتلكها كل واحد منهم، العلاقة بأن تكون الحكومة أكثر قبل نجاعة. قبل ما أجل هذا المحور اللي سألت فيه سعادة السفير، هل ينجح رئيس الوزراء بتقليص عدد الوزارات تشكيل؟ أنا أتصور يستطيع من البداية، ما يحتاج قانون. ليش ما يحتاج قانون؟ الفترة اللي مرت دكتور حيدر العبادي في شد مع مجلس النواب، يعني شد كلش عالي وتصادم، لذلك كل ما يريد يغير من قلص الوزارات احتجوا عليه أن هاي تعال سوي لها قانون سوي لها قانون. أما إذا بدأ رئيس وزراء المكلف دكتور عادل من البداية فرضا بتشكيل كابينة حكومية مختصرة جدا متداخلة، يعني الصحة فرضا مع البيئة تمشي، النفط مع الكهرباء، التعليم والتربية، الوزارات الأخرى من تتداخل هذه بياناتها ومن البداية ما راح يزعل الكتل السياسية. دكتور حيدر العبادي، دكتور قتيبة بالبيئة الكتلة السياسية، والصحة الكتلة السياسية، زعل ذيك الكتلة طبق البيئة والصحة. هذه ليش؟ لأنه شكلت حكومة من البداية. لازم رئيس الوزراء الآن من البداية يطرح كابينة مختصرة فيحتاج تزعيل ويرضي الكل بها اللي موجودة، ويطرح طموحه هو لتشكيل هذا الحكومة، ويستفيد من هاي العلاقة اللي ذكرتها أنه بينه وبين برهم صالح. أولا الآن مش النواب جديد بعد في بداياته، أكثر أعضاء مجلس النواب جدد، خلفية عداء إلى رئيس الحكومة ماكو، تمام؟ زيان. بنفس الوقت هذا توافق جاي رئيس الحكومة، هاي نقاط قوة، توافق متفق عليه الكتل المختلفة، يردون واحد مستقل كذا إجا هذا الرئيس، فأكو نقاط قوة عد المرشح الحالي يقدر يستفيد من عدها. أن مجلس النواب جديد، ماكو خلاف فيا سابقا، ماكو مشكلة، هو مجلس النواب بعد بالبداية ماكو عنده مشكلة. اثنين رئيس الحكومة ويا أيضا، ورئيس الحكومة فاعل، واللي سمعناه من رئيس الحكومة الحالي دكتور إن شاء الله دكتور برهم صالح قال أنا راح أمارس دوري في عملية تطبيق الدستور حتى على الحكومة، لأن المخالفات اللي حثت بالحكومة الحالية دكتور حيدر العبادي خالف الدستور في كثير من القضايا اللي موجودة، بحيث رئيس الجمهورية شاكت ما تدخل. فنانا دور رئيس الجمهورية لما الحكومة تتجاوز الدستور يكون يتدخل ويوقف التجاوز الحكومي اللي موجود أو أي جهة أخرى. فأتصور راح يستفيد دكتور عادل من علاقته وقوة شخصية برهم صالح، دكتور برهم صالح كرئيس جمهورية، والعلاقة اللي موجودة، وهذا الدعم اللي حصل الآن دكتور برهم صالح 220 صوت، دعم قوي جدا. مرة أخرى طبعا البرلمان رفع جلسة إلى 3/12، رفعت الجلسة، رئيس الجمهورية صار عندنا أدى القسم، وعده 15 يوم حسب الدستور مو سياده القانون، عده 15 يوم، 15 يوم لتكليف رئيس مجلس الوزراء، مرشح الكتله الاكبر لرئاسه مجلس الوزراء. واحنا هسه الحلقه جبناها من البدايه انه عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، ايش ما تتوقعوا هاي سياسه والعراق ما تقدر تقول سمسم الا تلهم ساعات الاخيره ماكو ما ادرينا شو يصير باكر، شو يصير اليوم بالليل. اكو علاقه بين التكليف بين مجلس الوزراء، يكلفه باي لحظه، يكلفه باكر، يكلفه بعد باكر خلال 15 يوم. تتوقع انه خلاص قضي الامر استاذ عادل، لو ممكن يجري امر اخر؟ يمكن دخل ضمن اشكال انه ما اشهرت الكتله الاكثر عددا، وما أشعر من قبل الكتلة بأنه إحنا الكتلة الأكبر عددا، ما حسمت يعني هسه ما حسمت بس راجع ما 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 ولا هو دز علي إيه هذا مؤشر يعني دز علي أنا كنت أتوقع أنه يعلنه هذا مؤشر مؤشر على أنه أتكلم بموضوع مهم جدا يفيدنا بهذه الحلقة. زين أستاذ أحمد، إحنا غايبة عندنا مسألتين في مجلس الوزراء، الأولى النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والثاني قانون تشكيل الوزارة. صحيح تسوي قانون لوزارة الداخلية والخارجية والكذا، لكن لا، أنا كرئيس وزراء يجب أن ألتزم بنص المادة 86 من الدستور اللي تقول ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير. فإذا أراد الأخ عادل عبد المهدي أن يبدأ بخطوة صحيحة سليمة جدا في الجمع
وهو وارد بالمادة 110 من الدستور، عدد الوزارات لا يتجاوز 15 وزارة. يعني يستند إلى المادة 110 اللي هي الوزارات الاتحادية، لكن يطلع لهم قانون يحدد. إيه بس هاي المادة 86 سيادة القاضي تقريبا لكل الوزارات تم تطبيقها، صارت قوانين. لا أكو وزارات لحد الآن تعمل بدون قانون تقريبا. الدمج أنا قلت تقريبا. الدمج الدمج أستاذ أحمد، هو شلون يدمج وزارة بها قانون ووزارة أخرى بها قانون؟ شنو قرارات مجلس الوزراء أخوه؟ ما يعني تعلو على القانون، ما يجوز. لا غير تشريع جديد في مجلس النواب. ماكو تشريع. يرانا تشريع. ماكو تشريع. ما شرعوا. ليش؟ هو هاي الخلافات اللي ارتكبها الأخ رئيس مجلس الوزراء الحالي الأخ العبادي. ارتكب مخالفات كثيرة الحقيقة للدستور وانتهاك للدستور كبير. يعني أوامر ديوانية عنده عدل بها قوانين، وهي كفر في تاريخ العراق. المصيبة الأكبر أن القضاء العراقي استجاب إلى مثلا الأمر 333 في 2015، عدل قانون التقاعد النافذ. طيب من لك هيك صلاحية؟ من انطاك هيك صلاحية؟ ما معقول هذا الكلام. التقاعد الموحد هي شو عدلته؟ وانت بإمكانك أن تعدله في مجلس الوزراء وتروح إلى البرلمان ويعدل لك إياه. فإحنا إلى اليوم نفتقد إلى قانون الوزارة بأكملها، نعددهن مسؤولياتهن بالأسماء، اختصاصاتهن، اختصاصات الوظيفة لكل وزارة، أغلب الوزارات بها. ونترك ذيك الساعة مثلا قانون الوزارة الذي يفصل حتى يبدأ بخطوة سليمة جدا. أما النظام الداخلي اللي بدأ به الأخ حيدر العبادي في يعني في 8/12/2014 الحقيقة كله أخطاء، وبالتالي يراد له مراجعة جادة جدا حتى يستكمل عندنا مقومات اثنين، عند الدستور وعند قانون الوزارات وعند النظام الداخلي. وبموجب النظام الداخلي هذا اختصاص مجلس الوزراء، لازم نعم. مجلس الوزراء يلا يعدله، يلا يعدله، يعدل ويطرح على مجلس الوزراء رؤيتك شنو، انت شنو تريد زي. هذا اللي احنا نريده، فيجب ان ينطلق منه. اثنين، كل شيء بالسياسه متوقع. أي أنا أصلا أول ما إجي ساعات السفير أول ما إجي برهم صالح جوبه برفض، الله يستر من عنده زين حقيقة، غير جوبه برفض من زعماء القوى السياسية مو من النواب. لكن وين صار التغيير؟ صار من النواب اللي تجاوزوا زعماء كتلهم، وإحنا هذا نتمنى إن شاء الله أن يستمر. تريد تقول إنه موضوع السيد عادل عبد المهدي لم يحسم على الأقل على مستوى القانوني لحد الآن؟ كل شيء محتمل، كل شيء محتمل، كل شيء محتمل. شنو المحتمل سعادة السفير؟ هو التوافق اللي لحد الآن على قضية السباق اللي ذكرته بالكتلة الأكبر لدعم عادل عبد المهدي راح يستمر لأسباب موضوعية. أولا الاسم مو غريب ولا انطرح متأخر، ولا دكتور برهم اسم غريب أو انطرح متأخر، فأكو ويمكن استنفذت جميع محاولات إبعاده. أحسن كل اللي ما شاء الله يحاوله واشتغله وراحه للنجاح في فتره معينه ما كان في فتره معينه ما كان طرف متبني دكتور عادل رسميا. وحتى من تتحدث وياه كانوا ينتظرون الى المرجعيه والملاحظات الاخرى. نفس الشيء مع برهم، قد دكتور برهم التحق بالاتحاد اليكتي سهل الامر عليه. انا بهالعنوان ما اشوف مفاجات بهالعنوان هذا بهالقدر هذا، ولكن المفاجآت راح تكون اشقد الكتل. هاي قضية اختيار رئيس مجلس النواب والآن اختيار رئيس الجمهورية، اشقد من هالمعادلة يريدون يطرحوها على موضوع رئاسة مجلس الوزراء. هل أكو مرشحين آخرين؟ هل أكو أم لا؟ هذا سؤال، هذا راح يفتح مجال. لا زال ائتلاف النصر يصر على هذا السؤال حيدر العبادي مرشحنا الوحيد. سؤال الساعة 11 بالليل المتأخر راح تجي الأسئلة هاي. هذا الجانب. الشيء الثاني والله سؤال 12 إلى 5 السؤال الثاني، سبب التأخير حقيقي شنو هو؟ قضية قانونية دستورية أم قضية سياسية؟ أي تأخير؟ يعني تأخير تأخير هسه تكليف إيه؟ وما عرفا معذرة يعني العرف اللي صار وهاي الدورات اللي سابقة سيادة القاضي موجود ما صار أنه رئيس الجمهورية يكلف في داخل البرلمان. صحيح. لأن قضية يروح يرجع مرسوم جمهوري ويروح يوقعه. ما صار بس يعني حتى في عام 2006 و2010 و2014 ما صار. مو مش إشكالية. لا إذا تتذكر ساعدناها حكومة 2006 حكومة المالك الأولى. لا يصير اتفاق
يصير اتفاق. 2010 التكليف مو بالبرلمان، بس التكليف مو بالبرلمان، قصر مثلا اخير قصر السلام. 2010 2010 تكلف مام جلال وكان جاهز اسم المالك، مع ذلك ما قاله، ما قال راح الجمهور. ابو حسنين، اشكاليه الاساسيه انه احنا الان نوجد قواعد لعبه جديده واثناء اللعبه مو مسبقا. كل هذا الحديث يعني اليوم آنية نغير قواعد اللعبة. سعادة السفير، ليست لعبة، وإنما نريد نخلق كقوة سياسية عرف دستوري. لا أعرفك من إحنا نخلق عرف دستوري. أنا ما راح أدخل بي لأنه اختلقنا الدستور إلى 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 قالوا بلى، فما راح أدخل بهذا الجانب. بس اجعل لنا الآن اللعبة تشريع، منهجية الاختيار، حكومة كابينة غيرها، كلها الآن نوجد شيء جديد أثناء لعبة أثناء أوقاتها مو مسبقاً التخطيط. عندما ما تخطط أكو عرضيات تجي وهناك تداعيات. هذه الإشكالية الأولى. إحنا لو موضوع الرئاسة المجلس الجمهورية حالياً ماكو داعي إلى إيجاد تداعيات مع البارتي بعد الاستفتاء، بعد مشكلة الاستفتاء مفروض يعني إلى وئام يصير نتجاوزها يعني. هاي اللعبة المتأخرة، هاي التعلم اللعبة في اللحظات وتغيير القوانين وطريقة وتجاوز الدستور إذا صح التعبير أيضا، هاي كلها اعتبر دروس قاسية ضروري نتعلم منها. مثل ما قال سيادة القاضي، عندنا سعادة السفير عندنا خلينا نقول إجراءين يعني قبل ما يكلف الرئيس، اللي هو إشعار رئيس مجلس النواب، يشعر رئيس الجمهورية يقول له إنه يا بالكتلة الأكبر هاي، ويصير إشهار للكتلة، ويصير إشهار للكتلة، والكتلة تقول هاي هذا مرشحنا. نعم. إشكالية حقيقية الآن شيعية، مو سنية ولا كردية. إشكالية حقيقية. ليش إشكالية؟ ليش سميها شيعية؟ إشكالية بين كتلتين. لا هي الكتل بطبيعة محورها الأساسي الكتل الشيعي. عددا ونوعا وكما حلونا يا لا انحلت بناء لما قدمت 100 الكتلة النيابية. دخلنا في اشكال اخر الاكثر عددا، الاكثر عددا اذا مثل ما يقول سيادة القاضي بالاشهار بالاجتماع مبين ذاك اليوم البناء واضحة قاعدين شن ديوانية 169 لا ديوانية 169 ورقة لا عفوا احنا مو عشاير لا مو عشاير عفوا ساعدنا سؤال واضح 169 صوت انتخب السيد محمد الحلبوسي بس تريدون تقولون احنا الاشهار هو هذا الاشهار اشهار تقعد بالديوان تقول انا موجود لا اضمن لي انه ماكو من الاصلاح والاعمار انتخبوا السيد محمد الحلبوسي اقول لك صحيح يعني اتصور ماكو الصور ماك ما تمشي والصور لا واضحه لا واضحه لا الورقه تمشي 169 زائد 89 ها أي. زائدا حوالي 30 فارغ احسب أي. هذا الموجود هو هذا فمنين ما هذا قانونيا حاسم هذا اي واضحه فقلت لك الكتله الاكبر واضحه الكتله الاكبر واضحه وهي مكلفه هم الشيعة ويانا المحور بها عفوا ملاحظتي هنا ملاحظتي الاساسيه انه اكو طرف يحتاج حفظ ماء وجه سياسيا هاي قضية شيعية داخلية ما الآخرين ما راح يقدرون لا تطلب من الغير الشيعي يحل لك مشكلة سياسية شيعية كنت هذا سؤال محسومة محسومة يعني ما أعرف حس البناء شو كان مو كلش متوافق على السيد عادل عبد المهدي أتكم نية يعني اعتيادي أتكم طبخة لا كبناء شوف كبناء 100% ما متوافقين أكو ضغوط داخلية وخارجية ضغوط واضحه يعني زين ما يحتاج بالاسماء ونشرح ماكو واحد ما يدري الضغوط شنو هي اللي ممكن. يعني البناء يتقبل السيد عادل عبد المهدي على ما اقول لك يعني تقول لي هسه مثلا اي واحد من البناء العامري هو يريد العامري ضغوط انسحب زين المالكي صح ما مرشح بس عنده مرشحين حزب الدعوه عنده مرشحين صار الضغوط تراجعت الوادم كلها وصار توافق على سكتوا بين قوسين سكتوا على مضض ما الدليل بهذا؟ هذا سكتوا على ما الدليل بهذا؟ هذا يضغط الضغط هذا ويسكت على انا صاحب دير النفط اذا على مضض كيف راح يدعمون الحكومه للمستقبل مو هنا مش هذا الاشكال الاكبر هم يدعموها على مضض هم يدعموها على مضض هذا راح يخلي لا هذا راح يخلي سؤال يراد لحلقه اذا وخرنا الحكومه سنه لا اذا وخرنا ذيك الساعه نقول لا لا تردوا تمشون الموضوع نتيجه هذه الضغوط وجوز وراء 6 أشهر 7 أشهر هم سوونا جبهة إصلاح
وتسقطون الجوز الحكومة. قناعة تختلف. ها. القناعة تختلف. أنا أكون بهذا الموضوع. تختلف القناعات احتمال ثالث من تشكيل الحكومة. أنا مخاوفي بهذا الموضوع هو تماسك الكتل وطاعتها أو تعاطيها الإيجابي مع قياداتها. مثال مجلس الرئيس مجلس النواب والآن رئاسة مجلس الجمهورية. وعلى اذا ما اذا بعد جبهه الاصلاح والهتك الحجاب في جبهه الاصلاح واحتمال تشكل اصلاح جديد هذا احسن هذا الاشكاليه الموجوده اذا انه كل عضو مجلس نواب لسياده القاضي فرح انه صوت مثل ما يريد صحيح ولكن ما راح يعطيك تجانس سياسي التجانس السياسي هي عنصر اساسي وصلنا لختام عفوا عضو سياده القاضي وصلنا لختام الحلقه وختام هذا اليوم الطويل نجدد مباركتنا للدكتور برهم صالح انتخابا من قبل اعضاء مجلس النواب رئيسا للعراق للدوره الحاليه لاربع سنوات قادمه اريد اشكر السيد عدنان الاسدي النائب عن تحالف البناء اللي يمكن يفاجئنا بطبخه باشر عقب باشر سيادة القاضي وائل عبد اللطيف شكرا جزيلا لك وشكرا ايضا لسعادة السفير لقمان الله يسعدك شكرا جزيلا لك شكرا لكم نشوفكم باكر ان شاء الله